صحي وسريع. نصيحتي لليوم هي على نظافة المطبخ، يعني كتير مهم تعرفوا مشاهدينا انه نسبة كتير كبيرة من العالم بتلقط ميكروبات من المطبخ عندها، من الاشياء اللي بتستعملها يوميا وهي ما عارفة قديش هالشي عم بيأذي. اهم شغلة تعرفوها انه كل انسان قبل ما يطبخ وبعد ما يطبخ، وإذا كنتوا عم تشتغلوا بشي ني وصرتوا عم تشتغلوا مثلا بشي مثل اللحم الني وانتقلتوا على إشي ما بيلحق النار مثل السلطات، ضروري جدا جدا تتذكروا أنه أكثر وسيلة بتنقل الميكروبات هي إيديكم، لذلك لازم ننظف الإيدين كتير منيح، منغسل إيدينا كتير منيح. والإيدين يقال علميا عالميا ودراسيا أنه الواحد لازم يغني هابي بيرثدي تو يو على مرتين ويغسل كتير منيح، شوفوا الوقت قديه قبل ما يشتغل بالاكل، وننتبه لتحت الضفير للايدين وحتى لهون تغسلوا كتير منيح لحتى تشيلوا الميكروبات. هلا اذا ما صاير لكم وعن جد مش قادرين فيكم تستعملوا الهنجل، بس لازم تعرفوا انه اذا كان في مثلا وسخ وحل او تراب هدول الاشياء ما بيتنظفوا ابدا، بس اذا مثلا عم تنتقلوا من شغله لشغله وما في مي فيكم تستعملوا الهنجل، واذا كتير كتير عوصت معكم فيكم تستعملوا ساعتها الكفوف، او بتستعملوا الكفوف مثل ما انا بستعملهم وقت بقص بصل ما بدي ايدي لحتى يعني يعطوا ريحه، بس ما تنسوا انه النظافه بالصابون هي احسن بكثير منه بس نستعمل الكفوف، لانه اذا عم تستعملوا الكفوف بتكون تكبون وتغيرون كثير بين ما تكونوا عم بتغيروا الاشياء بالمطبخ مثل ما كنت عم بقول قبل شوي. ننتقل هون لي اذا فينا نفرجيهم اللياف مشاهدينا، مثلا اذا شايفينها صارت قديمه ومنا نظيفه هيدي ضروري جدا جدا انكم تكبوها. اكثر شغله بتحمل الجراثيم وبتخلي الجراثيم تتكاثر بمطبخكم هي الليفه، فعطول كبوها ما تخافوا عليها، مش حرزانه حقها قد ربع علبه انتيبيوتيك. فينا طبعا نستعمل اللياف النضاف، واهم شغله تعرفوها انه اذا بتعملوا بتغسلوا الخضرة، أنا مثلا عندي ليفة للخضرة وليفة للجلي وهذه الشغلة كتير مهمة، فلونها بيكون مختلف شكلها مختلف كلها بتختلف. هلا بنجي للشقف، شقف المطبخ كمان مثلا في كتير ناس بشوفون بزيت الشقفة بمسحوا الخضرة أو مثلا بمسحوا الصحن وبياكلوا، يعني بيستعملوها لعدة استعمالات، هذه الشغلة كمان كتير ضرورية. أول شيء لازم تنغلى وقتها تتغسل وبتنكوى إذا ببعض الحالات في شخص مثلا معه سكري، شخص عنده ولد مريض، لانه كمان ممكن كثير تنقل الجراثيم. المطبخ ما فينا نحكي قد ايه بدكم تتنظفوا، كمان الواح الخشب لازم تنتبهوا منه، في ناس بفكروا انه الخشب اذا قصيناه رح يطلع منه بالاكل، هو مزبوط بس اليوم كل الخشب اللي موجود بالسوق تريتد، يعني معمل له نوع من التريتمنت حتى ما يرجع يطلع الخشب، وهذا الشيء مش مزبوط، مثله مثل الالواح البلاستيك اثنيناتهم لازم ينكبوا، الاشياء القديمه لازم تنكبوا على طول نستعمل الجديد. نظافة المطبخ كمان مشاهدينا كتير كتير بتتركز على وقتها بتنظفوا، قد ايه بتلاقوا اشياء علقانه بهيدول هون جوا، لازم تنتبهوا انكم تنظفوها كتير منيح وتشيلون هول، اذا ضل في اكل بتكاتروا بسببه الجراثيم انها تتكاتر وممكن يسببوا للتسمم. كذلك الامر كل شيء بعلق الاكل فيه منيح لازم كتير تتاكدوا من الزوايا بالنظافه من هون من هون وتشيكوا انه هدول الاشياء عم تنشال. يعني ان شاء الله تكون هالنصيحة فدتكن، لح ارجع لطبختي.